احنا خلينا متفقين على حاجتين، ان حسين يستحق العقوبة، يستحق العقوبة طبعا خلاص، وان العقوبة ناس كتير شايفاها اقل من الحدث، تمام، متفقين في كده، لكن يبقى في الاطار، هذا الاطار لا يزيد عن هذا الاطار، الموضوع لا يخرج عن هذا الاطار. طبعا اكيد معانا في ده؟ اكيد طبعا طبعا طبعا. انما طبعاً. لما انا اشوف تصعيد من امبارح انا مش فاهمه. احنا قلقانين الموضوع يتصعد، يعني حتى احنا مش بندافع، بس الموضوع لا مش مستاهل. انا مش فاهم التصعيد، لا انا مش فاهم التصعيد ليه. طب انت انما باخد منحت بقول ايه، يمكن عشان بيراميدز، انت بتقول ان بيراميدز الموسم الجاي هو المنافس الحقيقي للاهلي. انت كلامك ان هيبقى المنافس الحقيقي. لا هو انا كلامي قران يعني، لا مش قران بس، يعني وفق بكرة وفق مشاهد بكرة بدليل ان هو اللي هيلعب دوري ابطال افريقيا. بكره والنبي زمان بعمل مداخله لعفه نصار، كان في لعيب في اسوان اسمه تودي ونوري، كان الاثنين توأم، ودول امتى واحنا بنلعب تودي ونوري دول مصريين ولا اجانب؟ لا اسوان، اسوان ليه يعني مصريين يعني يعني فيهم حد ادى واحده العفه تساله بس عليها. انت وانت كنت معاه في الزمالك؟ كنا في الزمالك على طم بقى يلمها. فلا بص ايوه اطار كوره خلاص ندخلها مغرب وامارات ودين وايه هتطلعونا. لا 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 خلاص كشاف وعدى. فعشان كده بقول لك انا مش من التصعيد، قلت يمكن بيراميدز ينافس الاهلي، فهو برضه حسين قوه فنيه للاهلي. لا 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 ما اظنش. طب ايه مبرر التصعيد بهذا الشكل؟ ان اللي حصل ده ما ينفعش في الملاعب. طب ماشي اللي حصل ده عيب يا سيدي. ماشي انت دلوقتي اصل انت عمال انت انا قاعد قاعدين بقالنا ساعه ما شفتش اللقطه، يعني انت بتجيب لقطه باهي. لا جبناها كتير. لا انا مش شفتها 40 مره. لا يعني انت مقارن بينها بين براءه لا جبناها عايز تجيبها. هات اللقطه يا جماعه استاذ خضر عايز. لا 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 لقطه حسين احنا عدناها 100 مره. اللقطه مجرد ما تشوفها صعبه صعبة جدا. عدناها وبالصوت والصورة كمان. بالصوت والصوت انا عارف كمان. بس انا بقول لك اللقطة صعبة، لكن بس ما تخرج بس اهو نفس قلم باهر محمد. لا مش نفس قلم باهر، ما تجننيش. نفس ده نفس قلم يا عم. لا باهر اقوى. ده راجل انا مستغرب ازاي الواد واقف كده. انا مستغرب. ايوه عبد الجليل له وجهة نظر ان هو اخطا. اخطا اهو اهو. ايوه هاتوا الاثنين كده ورا بعض تاني. ايوه ها لا لا نفس اللقطه. بص بص يا كابتن عبد الجليل. لا بس دي باينه ان هم باينه ان هم بيظبطوا. بص 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 ايه. طب شوفها تاني. بص رامي ربيعه ورامي ربيعه بيعمل ايه. طب بص بص دي وبص دي هم ورا بعضها. ادي القلم بتاع حسين اهو. حلو ايوه. طب شوف التاني. شوف قول بس ركز. مش هرد انا. لا انا عايز اللقطه التانيه. انا عايزك انت تقول اللقطه الاولانيه. انت لو شايفه زي بعض خلاص. ايه قلم ولا مش قلم يا كابتن؟ بجد والله. لا قلم بس الثاني ده بص ده هتكلم. ايوه نعمل ايه بقى؟ الثاني باهر ناعم. عملتش الواجب ليه؟ باهر ناعم شويه. لا وشفتوا محمد هاني ماسكه هاني اللي ماسكه ازاي؟ بقول لك ده بس هاني عمال يضحك، يعني هم اصحاب. انما الشيبي فضل عامل له كده. حاضر هعمل الواجب. قال له بعمل يا اخي بس بقى يا اخي انت ما تضحكناش والنبي ما تجيبش اللقطه. بص ده محمد هاني اللي ماسك باهر. شوف يا البير ضرب الواد بالقلم ولا محمد اللي ماسك. لا يعني شوف هات هات تاني بس على الواد الشيبي مش متوقع ان حسين يضربه خالص. ده هو رايح معاه بس بعيد عن الشيبي في الاخر الذي اللي بيشيل الموضوع اللي بيظهر في الكادر. يعني ايه اللي بيظهر في الكادر؟ يعني في الكوره في الكوره الباك ممكن يا فندم هو كل واحد هيتشتم. لا هيروح يضربه بقلمين. ما اقصدش يا سيدي ما بتكلمش على كده. يعني لا يلوم الا نفسه حسين حتى لو الشيبي استفزه طبعا في الاخر ما يلومش الا نفسه طبعا. يعني في الاخر اللي اخطا واللي ظهر خطأه وضيع حقه هو حقه. الحق ايه يا كابتن؟ حق ايه؟ هو بيقول لك ان الشيبي طول الماتش يبقى يشتمه شتمه يشتمه. صح يا استاذ خضر. ما هو ماشي صح. ما انا مغلطه يعني انت دلوقتي واحد ماسك يا فندم اسمعني انت ماشي خارج من المدينه دلوقتي حد عربيه زنق عليك شتمك تنزل بقى تجيب الكوريك وتكسر. لا 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 بالعكس ما احنا مغلطين وما ضيع حقه. شتمني انا يا عم شتمك ضيع حقه. ما هو ضيع حقه لكن يعني في الكوره ده بيحصل لعيب يستفز لعيب. مين اللي بيظهر في الكادر مين؟ يعني بقول لك نطحه زيدان مين اللي ظهر؟ زيدان واتطرد. طب اللعيب التاني بتاع ايطاليا كان عمال يستفزه طبعا. ده قال له حاجات. طب حلو احنا عرفناها امتى؟ بعد الماتش بعديها بفتره. انما مين اللي ظهر في الكادر واتطرد؟ زيدان حسين. فانت هنا حسين مين اللي يتحمل الخطا؟ زيدان وقتها. مين اللي يتحمل الخطا؟ كان ماتيرازي بتاع ايطاليا. ايوه هنا برضه حسين. يبقى اذا حسين يستحق العقاب طبعا. طبعا عقاب اشد من كده. وليه وليه طبعا. وليه يستحق العقاب؟ انت حسين انا انت ما تسالني الحلقه اللي فاتت احسن لعيب الموسم ده قلت لك حسين شحات. انت زي ربنا كرمك زي كابتن عجيل بيقول واحسن ومجدد عقدك واحسن لعيب ومنتخب بس هو حتى في اعتذاره خدها بص هو في اعتذاره كمان ما جابش كده اشار. لا سيبك من انه جاب الشيب او لا، انا قصدي ايه ان هو اشار لنقطه هو حتى بيقول لك
حتى لو انا رد فعل انا بعترف انه غلط وقال ان انا بس عايز اجيب لك الاعتذار يا فندم هايل الاعتذار شمت الكبار لا غير حتى الاعتذار حتى هو يعني بص في جمل مش طبيعته كده على فكره لا في جمل يا كابتن بص معترف مليار في المية قال لك ايه اعتذر عن التصرف اللي بدر مني في لحظه انفعال لم اتمكن من السيطره عليه خلاص قال لك انا انفعلت ما كنتش امسك نفسي ماشي هو بيعترف نتيجه استفزازات لم اتحملها ان انا استفزيت ماشي وانها لم تكن الا رده فعل خاطئه يعني انا كان رده فعل بس انا برضو غلطان ايوه بص خاطئه يعني هو حتى لو انت زي ما انت بتقول حتى لو استفزك او شتمك ما يبقاش ده رد فعلك ده مرفوض لغضبي حين سب اهل بيتي في لحظه تمالك مني الشيطان يعني بقول لك انا الشيطان تملك مني في اللحظه دي فقمت بالقصه دي وان انا استغفر الله العظيم عن كل ذنب صغير او كبير فالراجل كمان بيقول لك انا غلط وبستغفر ربنا كمان على الخطا ده هاي وقال لك ولن ابحث عن مبررات ده حتى حسين اللي بيقول واجد نفسي مخطئه واللي عارف طبيعتي يعرف انني لم اكن لعبا عنيفا ابدا ده اللي بيقوله كابتن جليل من ايام المقصه ولا امتلك اي ضغينه بل نتنافس بشرف والاعتذار شيء من الرجال واتقدم بالاعتذار للجميع لاداره الاهلي والجهاز الفني وزملاء بالفريق وكل جماهير الاهلي والكره المصريه والمغربيه اشقائنا والعربيه جميعا عن رده فعل السيئه اعتذر على مبادره مني فهي ليست من سلوكياتي اريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين على اعتبار ان الشيبي مغربي لاعبين العرب والمحترفين كافه في الدوري المصري وانني اتقبل كل العقوبات اللي صدرت ضدي وعدكم ان اقدم الافضل مع الفريق والا يصدر اي شيء اخر يسوءكم مني مره اخرى اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال فانه لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها